استعرضت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق حصيلة منجزات المبادرة بين 2019 و 2023، كما صادقت على سلسلة من المشاريع الجديدة ذات الواقع القوي على الفئات المستهدفة. دوك عقدت اللجنة الإقليمية اليوم اجتماع الثالث برسم سنة 2023 ليخصص لتقييم المرحلة الممتدة بين 2019 و2023 من خلال العرض اللي تقدمنا به أمام أعضاء اللجنة واللي كتهم وضعية تنفيذ 109 مشروع خلال هذه الفترة بغلاف مالي ديال استثمار مالي إجمالي ديال 162 مليون ديال الدرهم. سمت في المبادرة خلال هذه الفترة بمبلغ ديال 90 مليون ديال الدرهم بنسبة الرابحة ديال 56%. وجرت المصادقة أيضاً على إحداث مركز للعناية بمرضى السرطان واقتناء وحدة متنقلة للمساعدة الاجتماعية ودعم برامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتمويل مشاريع لفائدة التعاونيات المنتجة والنساء بدون موارد قارة والشباب حامل المشاريع الموفرة لفرص الشغل، إلى جانب دعم أنشطة سوسيورياضية. ولا بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكبتنا معنويا وكبتنا ماديا فأهلتنا لأننا نكون مقاولين ونخرجوا لهذا الميدان. كنت استفدت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باش نبدا المشروع ديالي. الحمد لله وحنايا دابا في طور بدينا نعملوا الإنتاج، بدينا نبيعوا في المنتوجات ديالنا، وكنتمنى إن شاء الله يكون إقبال على هذه المنتوجات. أنا مستفيد من برنامج المبادرة للتنمية البشرية. المهم المشروع ديالنا كيتمحور في مساعدة المقاولات والتعاونيات في مدينة الفنيدق على التحول الرقمي، والمبادرة ساعدتنا بزاف بحيث فتحتنا أول حاجة الفورماسيون، كونتنا في كيفية إدارة المقاولة، وثاني حاجة مدتنا بماتريال، جعلنا نوصلوا لواحد الأماكن جديدة في الخدمة ديالنا يعني ما هو تقني. خلال هذا الاجتماع تم تقديم عروض من طرف المؤسسات الشريكة خصوصا قطاعات التعليم والصحة والتكوين المهني والتعاون الوطني، واستعراض نماذج من المشاريع النموذجية والرائدة للمقاولين الذاتيين والذين جرى دعم مشاريعهم خلال هذه المرحلة.